لبس المقشة كيس وانبهر بالنتيجة. أفكار منزلية لأول مرة هتشوفيها، أفكار ما جتش على بالك قبل كده. أنا سمر ودي قناتي، أتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس عشان كل ما نزل فيديو تتفرجوا عليه على طول. الفيديو بتاعنا مليان أفكار إن شاء الله هتعجبك وهتخرج مستفادة. أتمنى بقى تحطوا لايك للفيديو لأن الفيديو بتاعنا يستاهل لايك منكم. وأول فكرة معايا، حطي الزيت على كرتونة البيض ووفري فلوس كتير جدا. فدي منها بعد الفيديو ده مش هترمي كرتونة البيض وهتستغليها وتعملي منها حاجة هتفيدكوا جدا. البولة معلقة كده من الزيت، عادي جدا لو زيت انت مستعملاه قبل كده ممكن تعملي بيه التجربة بتاعتنا دي. هتجيبي معلقة من الزيت وعليهم معلقتين من الخل، اهم حاجة الزيت يكون ضعف الخل زي ما احنا شايفين كده. لو عايزه تضعف الكميه بقى يبقى هتضعف كميه الزيت وتحطي قد الزيت مرتين خل، يعني لو هتعملي معلقتين من الزيت هتحطي 4 معالق من الخل. اهم حاجه الخل يبقى ضعف الزيت، وهتضيفي عليهم ربع كوبايه من الميه. هتجيبي بقى كرتونه البيض بتاعتك زي ما احنا شايفينها كده وتحطيها تحت المية، زي ما احنا شايفين كده بالظبط، وهتحاولي بقى تلميها وكأنها فوطة في ايدك من غير ما تتقطع معاكي كده، وهتحطيها في الخليط اللي احنا لسه عاملينه. هتعصريها بقى جراحة كده بقى خالص معاكي، وتعالي اقولك بقى احنا بنعمل كده ليه. بقى عندك أقوى ملمع للخشب، هتلمعي كل خشب بيتك بحاجة كنت بترميها وبتستغني عنها بمجرد ما تحطي عليها معلقة من الزيت ومعلقتين من الخل وكرتونة البيض اللي كنت بترميها. وتعالي بقى شوفي لمعة الخشب زي ما احنا شايفين كده. انت هتمسحيها بكرتونة البيض معاكي وبعدين هتمسحيها بفوطة نظيفة، هتلاقي اللمعة بقت زي الفل كده معاكي. وكده لمعتي كل خشب البيت من غير ما تتكلفي أي حاجة. تعالي أقولك بقى كمان استخدام لكرتونة البيض اللي انت كنت بترميها، وبجد هتوفر معاكي فلوس كتير جدا. هتجيبي كرتونة البيض كده وتاخدي منها جزء زي ما خدنا كده في الأول، زي ما احنا شايفين كده هتجيبيها وهتبليها تحت الحنفية، اهم حاجة ما تتقطعش معاكي. وتعالي اقولك بقى بنعمل بيها ايه. هتقدري تلمعي بيها كل الزجاج بتاع البيت. عايزة اقولك نفس فكرة ورق الجرايد بالظبط، كنا بنجيب ورق الجرايد وتلمعي بيه وتاخدي احلى لمعة للمرايات. هتقدري بقى تعملي نفس الحركة دي بس بكرتونة البيض. تعالي بصي النتيجة، انا هجيبلك قطعه مرايه صغيره خالص هتعمليها بالكرتون بتاع البيض. بصي بقى النتيجه، هتجيبي بقى اي فوطه عندك ناشفه كده وتنشفي المرايه وتعالي شوفي النتيجه بقت زي الفل. تعالي شوفي شكل المرايه بعد ما عملتها، بجد النتيجه هتعجبكم جدا، اتمنى تجربوها. ونيجي بقى للفكرة الأساسية بتاعت الفيديو، وهي لبس المقشة في كيس. هتجيبي بقى المقشة بتاعتك وتحطيها في كيس كده، وتعالي أقولك بقى على الفكرة دي هتفيدك في إيه. بعد ما قفلت الكيس كويس جدا، تعالي بقى أقولك الفكرة دي هتفيدك في إيه. بعد ما بنمسح الأرض بقى بالفتالة، ساعات بيبقى فيها فتافيت كده حاجات ومش بتتلم بالفتالة، طبعا بتحتاجي ان انت تجيبي المقشه، ولو جبتي المقشه هتتبل. تعالي بقى اقولك هنعمل ايه. اول ما هنحط الكيس كده في المقشه وهنكنس بيها، عايزه اقولك هتلم كل الحاجات اللي في الارض. بصي، وبكده المقشه مش هتبقى اتبلت، وكمان هتلم بسهوله كل الحاجات اللي على الارض، وهتخليلك الارض زي الفل. وبكده نضفتي كل الارض بعد ما مسحتيها بالفتاله، وكمان ما بلتيش المقشة بتاعتك ولا بوظتيها،
وبجد بتلم أسهل كمان وأسرع من المقشة. لو الحلة الاستلس بتاعتك بتلزق بقى والرز بيلزق فيها، تعالي أقولك بقى على فكرة حلوة قوي هتحوليها لتيفال بحاجة بسيطة جدا، بلمونة وحبة ملح هتحولي الحلة بتاعتك لتيفال والرز مش هيلزق فيها، وحتى لو بتعملي بيض فيها مش هيلزق خالص. هتجيبي حبة ملح وعليهم كده نص ليمونة وتمشيهم في الحلة، وبجد النتيجة هتعجبكوا قوي. هتعملي بقى الرز فيها من غير ما هيلزق، وبكده حولت الحلة الاستانلس بتاعتك لحلة تيفال والأكل مش هيلزق فيها تاني. وبمجرد ما تمسحي الحلة بتاعتك بمنديل هي كده جاهزة معانا وتحولت لحلة ما بتلزقش فيها الأكل خالص. ونيجي بقى للفكرة الأساسية بتاعت الفيديو، وهي وداعا لانقطاع الكهرباء. بشوية رز هتحل مشكلة الكهرباء وهتعملي حيلة هتعجبك جدا وفكرة ما جاتش على بالك قبل كده. كل اللي هنحتاجه هتجيبي شوية رز في كوباية كده وتحطي عليهم نص كوباية من المية، هتقلبي الرز كويس جدا، انا عايزه كل النشا اللي فيه يخرج في الميه دي. هاتي الشمعة بتاعتك بقى كده وايديها وحطيها في الكوباية دي. عايزة اقولك ان انت لو عندك شمعة رفيعة ما تجيبيش شمعة تخينة زي كده، لا هتعمليها بشمعة رفيعة هتقعد معاكي شهر كامل مش هتخلص. هتحطيها في المية كده وكل مرة هتيجي تقديها وهي في الكوباية كده الشمعة مش هتخلص معاكي وهتقعد معاكي اكبر وقت ممكن. اهم حاجة تجيبي معلقة كده من اي زيت، ممكن زيت مستعمل بواقي اكل او زيت عطري عشان يديكي عطر كده وانتي بتشغلي الشمعة، وتحطيه في المية كده واستحالة الشمعة تخلص منك. بجد الفكرة حلوة قوي، اتمنى تجربوها. اتمنى بقى تحطوا لايك للفيديو بتاعنا، واتمنى تكونوا استفدتوا من الافكار اللي قدمتها في الفيديو بتاعي النهارده، واشوفكم في فيديو تاني بافكار تانية ان شاء الله.